للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أهلا بك أحمد. صباح الخير، نحييكم من مقر غرفة العمليات للهيئة الوطنية للانتخابات. هذه الغرفة التي أعدتها وخصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية وعملية التصويت التي تجرى على مدار 3 أيام بالخارج، بداية من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد على مدار 3 أيام. منذ قليل يعني صرح سيادة المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بتصريحات بأن جميع المقار الانتخابية بالخارج فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا حسب توقيت كل دولة حول العالم. نحن نتحدث عن 137 سفارة ومقر انتخابي في 121 دولة حول العالم انتظمت فيها عملية التصويت في اليوم الأول لعملية التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024. كان أيضا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعا وحث المواطنين في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. من المقرر أن تستمر عملية التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء حسب توقيت كل دولة حول العالم، وغرفة العمليات هذه مستمرة على مدار الساعة لنقل كل التفاصيل وكل جديد فيما يخص العملية الانتخابية. حتى الآن فتحت جميع المقر الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحا وبدأت في استقبال الناخبين المصريين حول العالم، أو حتى سواء المصريين المقيمين في الخارج أو الزائرين من الذين يقومون بزيارات في هذه الأيام 3 الجمعة والسبت والأحد. ونتابع معكم عملية التصويت في الخارج من غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة. شكرا لك أحمد الحسيني، موفد القناة الأولى إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.